انت اهلي وناسي، كلامك على عين والراس. بس ابو عصام خالي العشري وخالي الخبز والملح، قبل كل هاد خالي البلد. يا عقيد، ابو عصام ما بيخون واللي قال لك كذاب. شلون يعني؟ هذا حديث بنحكيه من راسنا لراسك ابو النار، مو بنرفع سلاح على بعض. ولا غيرت كلامك؟ الحق معك، نحن غلطنا جيتنا لهون لعكن على الحارة، ورجوع على الغلط فضيلة. سامحونا يا جماعة، سامحونا يا أهل حارة الضبع، سامحونا على الجاية هي. بس أبو عصام ما رح نسامحه بنوب على زواجتهم العائلية. بالهداوي يا أبو النار، بالهداوي، كل شيء بنحل بالهداوي. صلي على النبي. اللهم صلي على محمد وآل محمد. حقكم علينا يا رجال، حقكم علينا. سامحونا ومنتوا على راسنا من فوق. يا رجال كلكم على الحارة نشوف، يلا على الحارة يلا. أبو الحكم خد العمى ضرب، ما بدفع الخناية. يلا اجت الرزقة. اسمعوني منيح يا الحاط الضبع، ما توقفوا ساعة واثنين وثلاثة، توقفوا شهر بحاله. أبو عصام وولاده ما رح أخلي سبيلهم، لذلك حملوا ضرب طريقة وتكسروا على بيوتكم. يلا وليش مسكت أبو عصام وولاده وما مسكت أبو النار ورجاله؟ ها؟ لأنه صهرك وولاده هن بيتحملوا سبب الخراب. وكانوا خراب هذا اللي عم تحكي عنه؟ شو اللي صار من عين أصله؟ أهل حارة وتخانقوا وبكرة بيتصالحوا. أبو جودات، اللي عم تعمله بحق أبو عصام مو حلو بمكانته. طب جودات، قلت إيه ونقلت لا، بدك تطالع أبو عصام وعصام ومعتز، وإذا ما صار هيك ما رح يصير خير. حاضر نضب يا ولد. ها، وإلا وعزة الله نزلك لعنده اللي تحت عن النظارة، بقدحك بدن فلق بشهر ما بتقوم على رجليك. أبو جودات، إذا ما بدك طالع لأبو عصام كلياتنا رح ننزل لعنده على السجن. ايه سيدي كلياتنا. طولوا بالكم، طولوا بالكم، طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم. السلام عليكم. السلام. السلام. أبو جودات. أهلين أبو ظافي. طالعون. انكتب المحضر. وإيش كان انكتب؟ طالعون وعندي. بس يا أبو ظافر يعني. أبو جودات. طالعون. ماشي. بتموم. أصيل. بشير؟ يا مو بشير؟ تعال تقبرني، جيب لي السلم ما فيني أحمله. يو، ليش ما عم يرد؟ يا مو بشير؟ يا لك يا مو ليش نايم؟ بشير قوم تقبرني. لك ليه نايم؟ يا مو بشير؟ إيه يا مو إيه؟ يو شبك لك يا مو؟ يا مو تعبان شوي، تعبان شوي. قولي على قامتي ان شاء الله، يا على طول ان شاء الله. شبك لك امي؟ يا مو ما في شيء، تركيني نايم. يبعت لي 100 حمى، شلون ما في شيء؟ قوم تفرفد تقبرني، تفرفد على مين ما اروح جيب لك حكيم او شوف ابو عصام. تفرفدي على قامتي ان شاء الله، مثل النار عم تقلي. يا علي ان شاء الله، جلت لك امي. Yeah.
يا جماعة أنا عندي كلمتين بدي أقولهم. لا حدا ياخذ على خاطره مني، لأنه ما عاد يهمني لا اللي بيزعل مني ولا اللي بيزعل علي. بالشكل بالشكل اللي وقفوا معي ومع أولادي كتر الله خيرهم، واللي ما وقفوا كمان كتر الله خيرهم، يعني اللي أعطوها فائية كمان كتر الله خيرهم، مشان ما حدا يحكش براسه أي حكي بفائي. أنا حالكم يا هيك بالمشرمحي. أنا لما جوزت جوزت على سنة الله ورسوله، على سنته وسنة رسوله. وفرنساوية بعرف، بس عوينية ما بعرف. ولما عرفت سبقتني بالتوبة. قضوا حالكم عندي. مين أنا لحتى ما أقبل التوبة؟ وربي شهيد علي، وهو اللي بيحاسبني بالآخرة. أنا ما غلطت، ما غلطت، والمخلوقة لما ضعفت عرضوا عليها تطلع على فرنسا تتعالج، واللي بدها اياه بيحضروا. ما رضيت، ما رضيت إلا تموت بالشام. الله يرحمك ويسامحك. اللي بده يصدق الحكي يصدق، واللي ما بده يصدق كمان هو حر يكون هو ما بده يصدق. والله يسامحه من عندي، والله مسامح، لا لحلوم ولا لحاتيب. مش موضوع الزعامي، انا براته اي من هلا. تشوفوا اللي بيناسبكم وانا بقصب لكم بالعشرة، عشرة بعشرة بعشرة. الله يوجه لكم الخير. السلام عليكم. السلام. ابو عصام يا اخي، ابو عصام. ايه اخي، ايه ايه. اهلين اختي بشير. اهلين اخي ابو عصام. الله يسترك، تلحق ابني بشير. خير ان شاء الله. شبه والله ما بعرف شو صاير له، مشان الله تيجي تشوفه. خلاص ما تاكلي يا ام اختي، روحي سبيني انت. يلا انا بالحقك. يلا يلا، كتر خيرك. تكلي على الله، تكلي على الله. ابي الله يرضى عليك، اعطيني الشنطه ودي خليك بالدكان. تعال شوف. انا غلطان. اي يا بيي انت غلطان، ولازم تطلع الزلمه من السجن. ليش عمتك انت؟ مش انا غلطان. اول شيء يا بيي، رحت جبت اختي فايزه من عند جوزها وطلقت مرتك، وبدك انه مرتك تروح تجيب بنتها من عند جوزها. وين صارت هيدي يا بيي؟ يا حيا، مئة مرة صرت أقول لك إنه مرته لأبو عصام كانت عوينية، هاي شغلة كتير كبيرة. طيب رح أجي معك، أنت ما بتأمن بكتاب الله؟ معلوم، أعوذ بالله، شلون ما بأمن بكتاب الله؟ لا إله إلا الله. طيب ما في أي قرآنية بتقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ إيه. ما بيجوز تحاسب حدا بأغلاط حدا تاني. رح أطلق أختي من جوزها، وطلقت مرتك وتخنقته، وهالشي بخالف الشرع والدين والعرف. منشان الله يا بيي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يحيى، يحيى ابني الله يرضى عليك، أنت كنت عايش في بيروت، لا بتعرف الشام ولا بتعرف الحارة ولا بتعرف حوايدها. مسكوت، الله يرضى عليك. هو ما فيك البلد، أنت مش حاسس أبي. والله يا عمي أبي صام، حاسس بدني مكسر تكسير، حاطط ما بعرف، يمكن من كتر الشغل. لا، هذا كله من قفى الحكي اللي حكاك يا أبو ظافر، ما هيك؟ أحكي لشوف شو قال. وأنت شو عرفاك؟ مين قال لك؟ يمنا من السيرة أبي، الله يرضى عليك. شوف عمي بشير، لا خير، إذا كان أبو ظافر ولا غير أبو ظافر، حكي مع منك كلمتين جاهزينك. بدك الشغل نفوخك وتعيد المزار زلمة انت ولا لا؟ طلع فيني انت، ما فيك البلا، اكل شي اليوم؟ لا عمي، ما لي اكل. يوم خلي امك تسكب لك كلمتين، كلهم هيك وتفز بعد منها مثل الحصان. تمام، يلا ابي خدنا طريق ابي. يا رب. شو بدك اقول لك؟ ها
هي ورقه كامله تاخذها تعطيها لاختي ام بدر وتقول لها تجيب لهم صفط حلو هالقد قده وتاخذ لهم اياه وتقول لهم هذا ابن النمش المعلم ولا الا ليش لا ابعتها مع ام بدر؟ تعال الا بنروح انا وياك صار لازم اصلا اتعرف على عمي امشي لا رح نروح ما نروح بعدين بيزعلوا امشي ليش حتى يزعلوا؟ لك لانه هن حاطين شرط انه انت تشتغل شغله مثل العالم والخلق شحنه وهي الحمد لله صرت تشتغل بياع سوسو بدك تعطيني مشان نجيب له الحلو وخلصنا والله يوفقك ما بدنا اياهم يزعلوا هيك قلتها؟ لك شو عليه؟ الله يرضى عليك لك مشيك تاخذ لهم الورقه وبتقول لهم انه معلم النمس غير كارو خصص كربالكم شيخ برضاي عليك الست تتوصى اسم منه انا هي من الغله وانا عم افتش طول النهار على رجلي عشان اطلع ورقه لا تاكلهم لا تاكلهم خلص ابو بدور برضاي عليك الله يستر لك الله يستر لك ويوفقك ويهون عليك وعلينا اشرب حبه شيخ الشباب شيخ الشباب اشرب من النمس لا تفلس اكلنا يا على أنتي كل يوم عن يوم عم بتورط معك يا نمس شو نوم بدي حلها هي وفوزي لحد هلا ما لك خبر يا جماعة الخير أبو عصام لا بقى حدا يحكي معه خلوه يرتاح شي جمعة جمعتين والله اللي فيه مكفيه شلون بقى يا أبو حاتم شلون يا أبو قاسم هلا إذا بدك تحكي مع أبو عصام شو بدك تحكي يعني بدك تكرر اللي قلته تقول له على مرت العوينية وإنه طلع من الحبس ببراءة مزورة وعم تحكي على الزعامة خلصنا بقى خلصنا معه حق أبو حاتم معليش معليش ابو قاسم خلي ابو عصام يرتاح له جمعه زمان بعدين بنقعد وبنحكي باذن الله ايه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله انا جاي اعتذر على اللي عمله ابي بركي بفضلكم بنروح بنحكي مع ابو جوده تخلي يطلع عمي ابو عصام وولاده الله يبارك فيك لك ابني ابو عصام وولاده طلعوا والله الف الحمد لله عمي ابو حاتم معلش معوزك بشغله ايه انزل يا جماعه يا رب يا كريم عمي أبو حاتم والله ما قدرت أوصل على سجلات المرضى المساجين دخول على السجلات العسكرية كتير صعبة طيب شلون بدنا ندخل على السجلات ونشوفها ما لها دبارة يعني والله يا عمي أبو حاتم في شي مخبى عم بيصير شي مخبى؟ شلون يعني؟ لما فتت لعند الموظف سألني وليش عم تسأل؟ أنا متأكد إنه في شي مخبى أيوة والله قلبي كان حاسسني إنه الشغلة في وراها شي ما عارف شي لك أبني وينك؟ هذا الكلام لا تحكي لحدا ابدا ابدا كمان ولا يهمك عمي ابو حاتم مره تانية برجع بعتذر عن ابي وعن اللي شي اللي صار لا يا ابني نحن اهل ولو السلام عليكم مع السلامه الله معك شغله في وراها شيء بعرفك زعلان من الحكي اللي حكيته يعني حلوه منك هيك يا مو طلعيني ولد صغير قدام عمي ابو عصام شو إلا طعمة يعني تقولي له شو صار بين وبين وظافر يبعت لي 100 حمة والله لك يا مو ما بعرف كيف هيك طلعت مني يبعت لي حمة ما بصير يا مو والله ما بصير خلص يا مو حقك علي تقبرني حقك علي بس انت طيب شد لي حيلك يا أمي الله يرضى عليك لك يا مو حقك علي خلص تبهي قلبي خلص جميلة أبي عم بيقلك إنه ما في شيء يا الله شمت معطك يا عدل مقوص أبو زافر لك شو ما كان يكون أبي يا ربدي لك يونتين اسمعيهم منيح جوزك تعبان تعبان يعني ضعيف كتير لازم هلا الدنيا تكون جنبه مثل ما بدك يا ابي روحي جهزي حالك مشان اقدر توقفي جنبه يلا جوا بغرفتي روح لعلي نسي 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 طلعت روحي لما قالوني سلامة قلبك ابن عمي سلامة قلبك إن شاء الله بموت أنا
بدك تنزل تقعد معنا تحت؟ لا بدي اشوف حدا ولا بدي حدا يشوفني. ما بدي، خليني هون بحالي. تعبان هذاك سؤال، انا تعبان بدي ارتاح. فهمي علي غير ذلك. خلص خلص ولا يهمك، حقك علي. ما تزوينه قوتو ان شاء الله ينساها للمخلوق الثاني. لا تخاف ابن عمي، بينساها ان شاء الله، بينساها. الله يسمع منك ان شاء الله. ابن عمي شو بدنا نعمل؟ والله مالي نفسي احكي بشي. شو بدنا نعمل؟ شو بيعرفني؟ لك مشان دلال الله يخليك. لك والله بعرف مشان دلال، بس شفتي بعينك شو صار. يعني شو بدنا نساوي؟ يعني ليك لكنا فيه وما زبطيت. شو روق تمك تقبرني. السلام عليكم. علي عمي ابو جودات. شلونكم يا رجال؟ علي عمي ابو جودات. ابو ظافر هون. اي هون، تفضل شرف. يا الله. والله ابو ظافر الغالي. اهلين ابو جودات. خير يا طير؟ هذا يا سيدي تذكر المره الماضيه وقت جيت لعندك قلت لك الكومندان عازمك لعنده على المكتب على فنجان قهوه وما رحت. ايه بتذكر. هلا كمان عازمك على فنجان قهوه مش هتروح لعنده على المكتب. خير شو بده؟ والله ما بعرف. ايه سيدي هالمره بنروح لنعرف شو بده. خير ان شاء الله. ابو جودات بدي اسالك بس لا تزعل. ها شو معقول انا ازعل منك؟ انت ما بتشبع عملي. الله عليك يا ابو ظافر، شو دباتك خفاف؟ شغلتين ما بيشبع منهم يا ابو ظافر، النسوان والعمله. ايه والله معك حق. سبحان الله البني ادم ما في شيء بيعبي عينه، مع انه الكفن ما له جيوب. ايه نعم صدقت يا ابو ظافر. شريف يسلم. الكفن ما له نشوب. على سيره الكفن لا تنسى تروح عند الكومندان. السلام عليكم. عليكم السلام. اخي صدقني ما في شيء. لك خيري، انا كنت بدي اجي لعندك من قبل بس انت بتعرفي شو صار بالحاره. ما في شيء ما في شيء. لا تكذب لا تكذبي خيري، بعرفك كثير منيح. قولي لي شو صاير بينك وبين معتز. عليت صوتك على ابن عمي. لا إذا هيك بسيطة، بس لا بقى تعيديها أختي. ها ومعتز عندي، أنا بحكي معه. لا أخي أنا رح أستسمحه. خيري عم تخبي علي شيء؟ أخي ما في شيء، مثل ما عم قلك ما في شيء. طيب مثل ما بدك. دخلي، ما عرفتوا مين اللي ضربه لأبو حاتم؟ لا والله يا أم زكي، الله إلهي يكسر إيديه وينتقم منه. بتعرفي ده شيك عم يصير؟ لأنه ما بقى فيه بالحارة كبير. ايه نعم يا ستي، الحارة ما عاد فيها كبير، مشان هيك فلتت. قدريتي انه ابو النار طلق فرياد؟ يا على قامتي عليها، والله قلبي انقهر عليها هالمسكينة، قهرة وكسر بخاطرها. طيب ليش طلقها؟ ليش؟ هذا يا ستي قال لها روحي جيبي بنتك لطفية من عند جوزة عصام، قامت فريال ما رضيت، قام رمى عليها الطلاق. يو، طيب ليش بده اياها تجيب بنتها لعندها؟ ليش؟ شو بيعرفني ام زكي؟ إذا بدك روحي اسأليها. ايه يلا انا هلا وينك؟ خي كملي هي، انا هلا رايحه لعندها وبطريقي بسالها. يلا وينك؟ خاطرك. الله معك، مع السلامه يا ام زكي. الله يسلمك. سلمي على فرياد. الله يسلمك. الله لا يوفقه، بده يقعدني 3 أشهر عده، شهري يضح شهر. لك حتى بيتي ما فيني رحله، الله لا يدر له بركه. لك اختي بس بدي افهم شو اجى على باله حتى يعمل هالعمله هي؟ قال ابو النار قال يو الواه الواه مطفي لك خيتي مطفي. مطفي ابو لطفي؟ يي بعت له حمى وحميره ووجع راسه من امبارح. لطفيه قومي دبريني اعملي لنا كاسه شاي. لسه ما خلص فنجان قهوتك خالتي ام زكي. اختي اعملي لنا كاسه عصير، بدنا نبرينا نشف ريقنا. نحن بشو انت بشو؟ لك قومي بقى. يلا قايمه. قلت لك امك قومي قومي. البيانفينو ابو ظافر. اهلا وسهلا، تفضل. اهلين شباب القبطان. انا اللي بعرفه انه انت كثير مشغول بالحاره لهيك ما حسنت تشرب عندي قهوه. لا والله مو هيك القصه يا جناب القبطان. يعني بفهم من كلامك انه ما حابب تشوفنا.
بخير ليش بعت وراي؟ فرانشمون انا حابب يكون في بيناتنا انا كور اتفاق. عدم المؤاخذة اتفاق شو؟ ابو ظافر نحن بدنا اياك تكون زعيم الحارة ونحن رح نتعاون بكل شيء. بدك يعني يصير زعيم وتعاوني؟ عدم المؤاخذة بشو بدك تعاوني؟ بكل شيء ابو صافيق بكل شيء. ايوه وبدك يعني يكون عينك على الحارة؟ لا 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 مو ضروري. ايه لا ضروري جناب الكومندان. بدك تساويني زعيم وتعاوني معناتها بدي كون عينك على الحارة. ايه بس من بعد اذنك يعني شو اللي خلاك تفكر انه واحد مثلي انا ابو صافر اشتغل عندك عويني؟ انا ما قلت لك يا ابو صافر انك تشتغل عويني. ايه لا سيدي كل واحد بده يشتغل عند جنابك بيكون عويني. هاي شغلي عليها ختم جناب الكومندان معروفة. يعني انت ما بدك تصير زعيم؟ انا لو بدي صير زعيم كنت صرت من زمان لانه صحت لي. وشو اللي منعك؟ لا ما راح اقول لك خاطرك. بس انا اللي بعرفه انه انت ما بتحبه لابو عصام وانت اهم منه لتكون زعيم الحارة. بس انا وابو عصام شي وانا وياك شي تاني. دايما سلفا على القهوه. واسمع مني جوز الكلام، لا حدا رح يحبك ولا حدا رح يخضع لك، واللي بده يشتغل معك بده يكون مو شربان من مية البلد. مو شايفني؟ بلا شايفك، بس ما عم اشكرك. قضوي! شو هالعالم هاي؟ اشرب لك دمعة! تدعي لي جمعة! اشرب حبروك! شيخ الشابوق! أحلى تنكة! قلها بالحكام! هلا والله وحي الله وإيه والله! رح أخبرك أحلى خبرية تازة! خبرني شو قول لي؟ العقيدة بالنار طلع مرته! لك ليش خبرته؟ لك رفيق إنما أستاذ مخبره! ما لحق يتزوج! يلا نفذ بريشه! شوفكم بالحكي أرجال ما لهم أمان. تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اشرب منك الكاش يا فلس بتصير تحش وتقول أهلي بالحكومة. الكل مني أحلى كاش الشوش حلوان طلع أبو النار من مرته. عقبالكم الحكومة. ألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيك. ومن جعل الحمد خاتمة النعمة جعله الله فاتحة المزيد. سمعونا الفاتحة على نية التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. إن شاء الله مبروك. إن شاء الله مبروك عمي. والله يتمم على خير. الله يبارك فيك عمي. ألف مبروك يا سمو. إن شاء الله جواز الدهر. الله يخليك عمي. ألف مبروك عمي. Bye.
يا حبيبتي يا قلبي، بسم الله عليكي هلكتي حالك. من الصبح ما هديتي يا مول. البيت بده يشتغل، اذا انا ما اشتغلت مين بده يشتغل؟ ابن عمي وين روح يعني عند الكان؟ خليك ريح لك شوي. اه والله لا اخلاقي، خليني نروح اتسلى باخذ واعطي مع حدا بشوف حدا. كل شيء لازم كل شيء. ايه خلي معتز يجيب لي لحمه، بدي اعمل لحمه بالصينيه. ايه على عيني براسي. خلص الله معك. يلا ما هو انا تقبرني، مع السلامه. خلصنا بسليم، لا تاخذ وتعطي معي، ما حلوه بشوفونا العالم سيك القرشين بقى. تعال عمي والله مثل ما عم فهمك، اليوم بعد صلاه العشاء كتب الكتاب، بتجيب فيهم ضيافه وتبيض لي وشك قدام العالم. عمرك لعيونك، لعيونك يا أبو سليم، رقبتنا سدادة. طول لي عمرك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم يا أبو زاخر. سعيد. أهلي عمي. شلونك أبي؟ أهلي عمي. عمي اليوم كتب كتاب هدية بعد صلاة العشاء مشان ما تنسوا. لا ما ننسى، ما ننسى. طولنا عمرك. نشرف إن شاء الله. نحن اللي نشرف عمي. يلا سلام. وعليكم السلام. يا الله يا رب نعيمان. السلام عليكم. أبي رحت طمنت على بشير؟ ايه أبي، هلا مرقت لعنده على الفرن وطمنت عليه كثير منيح. يا الحمد لله. زلي راسك شوي. يا الله يا رب. السلام عليكم. السلام. انت شو جابك يا هارون؟ أبي الله يرضى عليك، صلي على النبي. صبح ما عندك على بكره، الله يرضى عليك. شو بدك انت؟ شو جابك؟ عمي بس انا جاي اشتغل، بدي اشتغل. لك ما تشتغل، تشتغل بحق جدك الهي. روح اشتغل. بدي اشتغل هون، يعني انا شايف رزقتي بحارة الضبع، بس ابنك عصام ما بده. لك عمي الله يرضى عليك، الحارة لك وابنها هذا. لك وبالحارة بدك تشتغل، تعال اشتغل بالحارة. لك وين ما بدك تشتغل، بس روح عنا. لك روح عنا بقى. سمعت؟ سمعت؟ ابوك عم يقول لي اشتغل. يلا روح. لك عمي روح مو ناقصينا. ليش هيك عملت يا بيي؟ لك قد يكفي صار امبارح، الله يرضى عليك. حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله. شفت؟ هاي ال 15 ليرة تبعاتك صاروا 50 ليرة حلال زلال. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ايه والله الحمد لله. ما قلت لك الله مبارك بالتجارة، وهدول المصريات لك عبده، ما لهم علاقة لا بالبايكة ولا لهم علاقة بحدك عمي. مظبوط، هدول حلال زلال لإلي. أبرع شيت؟ في شروة تانية؟ في شروة تانية، بس الشروة التانية بدها هز كتاف والله لك عبده. شلون يعني بدها هز كتاف؟ يعني في 200 كيس قمح و200 شعير و100 عدس، شو قلت؟ شو بيطلع حقهم هدول أبرعشي؟ يعني بحدود ال 200 ليرة. يا لطيف، من هم بدي اجيب ال 200 ليرة أنا؟ لك هي الشروة لو نزلناها على السوق وبعناها خلال ثلاث أيام بتربح 100-150 ورقة لك عبدو. هلا هن حلوين، بس بيني وبينك بدي أحسبها بأعلي مضبوط. لا لا، ما بدي لا أحسب ولا شيء. قديش نحن بالشهر اليوم؟ 10 الشهر ما هي؟ 10 يا أبو راشد. إيه عندك رزق واقف ما عم تبيعه لأن السوق داير. أنا برأيي خفف من مرابحك شوي وبيعهم وصمت لي المصريات، وأنا كل ثلاث أربع أيام بمرق لعندك باخذهم وبنزل على السوق بشتريها، وإذا حبيت تنزل معي أنت على السوق أنا ما عندي مانع. شو قلت؟ اتكلنا على الله. ايه دوري، ايه دوري.
الله يخلي لنا اياك ابو ظافر، والله خجلتني. اوعى تحكي هيك سمعوه بزعل منك. ها انا وعدتك انه عفش بيتك علي، وخصيمك الله شو بتحتاج مصاري؟ رقبتي سداده. والله ما بتقصر عمي. حاجتك سمعوه، عمك ابو ظافر انا. اصابيعك مو مثل بعضها لك عمي. الله يعطيكم العافيه. يا مو دلال، ويطعمك ايام احلى منك. من تمك لباب السما يا مو. قلبي حاسسني اني رح اتهنى ورح اشوف ايام حلوه. ان شاء الله يا رب. امين. كانه الباب عم يندق. ما سمعت هيك شيء. بلا بلا. مين؟ انا. مين انتي؟ أنا سارة بنت الحكيم موسى. هني هني شو بكري؟ شو في؟ سارة سارة مو مبينة. شلون يعني مو مبينة؟ وين راحت؟ ما بعرف والله مو مبينة مو مبينة. لا تكون راحت عند بيت أم موريس أو عند الجيران. تطلع لحالها، تطلع لحالها، تطلع بدوني. سارة، 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 قومي حمي، قومي روحي عند الجيران دوي عليهم. يلا قومي لشوفي تعي، تعي معي، اشتهلك، روحي عند بيت موريس عند الجيران دوي عليهم. يلا لشوف شدي حيلك. يا عمو شو بدك تعملي هلا؟ ايه تروح تنقبر وترجع لبيتها. شو هالبنت يلي مانا مربايه ولا حق رجال؟ خيريه نقطيني بسكوتك، عمالي ناقصتك انا. طيب مرت عمي شو بدك تساوي؟ هلا بشوف شو القصه. انت جايه مشان معتز؟ انت عارفه حالك شو عملتي؟ ايه عرفاني حالي شو عملت. قومي قومي لرجعك على البيت اوام. قومي خالتي. انا ما اجيت لهون لحتى ارجع على البيت. يو شو صار؟ أنا عند حدا. شلون ما رحت عند حدا؟ شلون؟ بنت الحكيم موسى مو مبينة بالحارة؟ بنتي أنا مو مبينة بالحارة؟ تعي تعي تطلع على غرفة أوا. يلا بنتك هربت يا حنة. بنتك هربت من عجلتها، تركت اواعيها. شوفي يا لا قطي يا لا. شلون هربت قدام عينيكي؟ شلون هربت؟ والله ما بعرف. لك شو ما بتعرفي؟ مين بيعرف لك هذا؟ والله ما بعرف. والله لنفضح قدام اهل الحارة. والله لنفضح قدام اهل الحارة.
شوفي شوفي يا مو. سارة، سارة بنت الحكيم موسى، اجيت مشان معتز. شو عم تحكي انت؟ وينها؟ ليك بقط القعدة. حطي على راسك عمو. روح وين بدي؟ عمي انت شو جابك لهون؟ يلا عمي يلا يلا خلينا نطلع نوكي بوشنا على بيت اهلك يلا. لا عمي انا ما فيني ارجع لبيت اهلي، والله يا عمي اذا برجع لهنيك بيقتلوني. عمي انت من زمان طالع من البيت. يا عمي من زمان طالع. لك عمي الله يرضى عليك، انت عارفه حالك شو مساوي هلا هلا، انت عارفاني حالي شو عم تساوي هلا باهلك ولا ولا. يلا الله يرضى عليك، يلا خلينا نمشي منك نرجع لبيت اهلك يلا يلا يلا. لا عمي ما بدي ارجع، ما بدي ارجع لبيت اهلي، والله اذا برجع بيقتلوني، والله بيقتلوني. انا جاي بدي معتز، بدي معتز عمي، جان الله جيب لي معتز. ان شاء الله لا اله الا الله يا عمو. ما في معتز، شو معتز هاد؟ شو هاد؟ سوت وشي لابني، سوت وشي، ضليت اقول معتز عاقل وما بيعمل شيء لحتى سوت له وشي. اللي هلا شو بدي اعمل بهالقصه؟ لك انت شو انت؟ من شو معجون انت ولا؟ لك يخرب بيته طول بالك، لك يخرب بيتك من حالك على شو عم تساوي؟ انا هيك ربيتك ولا؟ ولك ابن عصام عم يلعب باعراض الناس. يلا هلا نشوف شو حلتها يا ابو عصام. خليه يحكي شو حلتها. مشان الله احكي لك. روق يا ابي من حلها، مشان الله انت روق روق من حلها. ولك يخرب بيتك من حالك على شو عم تعمل انت؟ ولك مصيبه زتيتها فوق راسنا هيك تفر زتيتها، يخرب بيتك لك اعراض الناس هاي لك معتز. لك هي مو محقوقة، انت محقوقة، انت الها عليك لك خطيتها هي برابتنا كلياتنا كلياتنا. روق يا ابي روق مشان الله. ولك شبك خرست خرست، اجتك الجمدة هلا خربت بيتنا انبسطت. الله يوفقك، ولك يخرب بيتك اعراض الناس هي، ولك هي المخلوقة مو محقوقة، انت المحقوق. ولك الها عليك ولابسك الها من فوق لتحت مشان الله يخرب بيتك. ولك خطيتها برابتنا كلياتنا برابتنا كلياتنا. صحتك يا ابو حسام. لك يا ربي رضاك ولا غضبك، يا ربي رضاك ولا غضبك. شو بيعمل؟ الله يسعدك. كل مصايب الدنيا كوم وهالمصيبة هي كوم تاني فوق راسي. شو بدي اسوي لك سؤال؟ لك مخلوقة لا من توبنا لا من ديننا، وفوقها بنت واحد صاحبي، لك عالصاحب عندي بالشام. يخرب بيتك من حالك. شو بدنا نحلها؟ شلون بدنا نحلها؟ شوف شو بدنا. حلت عندي يا أبي. هي حلت عندك؟ قلت أشوف حلها. بتجوز على سنة الله ورسوله.